يعد تحسين عملية الحرق أو الاستقلاب الشغل الشاغل لكل شخص يحرص على المحافظة على وزنه، ولكن هناك أمور يمكن تعديلها وأخرى وراثية لا نستطيع تغييرها. فمثلاً يميل الرجال لحرق السعرات الحرارية أكثر من النساء، ويتراجع معدل الحرق بشكل متزايد بعد سن 40. ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تسهم في تحسين عملية الاستقلاب بحسب موقع ويب أم دي الطبي. من أهمها الالتزام بالتمارين الرياضية، حيث يساهم بناء العضلات على تحفيز الجسم لحرق السعرات الحرارية. ولكن إذا كنت ترغب بمعدلات حرق عالية، عليك بممارسة تمارين قاسية لأنها تحفز على حرق السعرات حتى في فترات الراحة. وعليك أيضاً أن تزود جسمك بالماء، لأن معدل الاستقلاب ينخفض بمجرد تعرض الجسم للجفاف. ومن الضروري اعتماد الوجبات الخفيفة الذكية، لأن تناول الوجبات الكبيرة على فترات متباعدة من اليوم يؤدي إلى تباطؤ معدل الاستقلاب، بينما الوجبات الصغيرة الصحية يمكنها تحفيز الحرق. ولكن لضمان معدل حرق عالي، عليك أن تبتعد عن الحميات الغذائية القاسية، وإن كانت تضمن خسارة الوزن ظاهرياً، لكنها بحسب العلماء تسبب انخفاضاً في معدلات الحرق وضرراً لبنية الجسم وتغذيته السليمة.